صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله على صلى الله عليه وسلم وعلى آله ثم صحبه صلى الله عليه صلى الله همسات رمضانية. أدعوك يا رب، أدعوك يا رب، أدعوك في صمتي وفي نطقي وفي همسي بقلب دائم الخفقان، أدعوك فاقبل دعوتي وارفع بها شأني. لك في الفؤاد مهابة، لك في الفؤاد مهابة ومحبة، يا من بحبك يستطيع من كثرة الأشجان، من لي سواك يجيرني ويعيدني من عالم الأهواء والشيطان. سدت بوجهي كل أبواب المنى، سدت بوجهي كل أبواب المنى، فأتيت بابك، فأتيت بابك يا رب، يا رب، يا رب، إني قد أتيتك فاقبل بعفوك توبة ندماني، كم جئت بابك
حتى أن يقول لساني فاليوم جئتك تائبا مستغفرا شيئا بقلبي للهدى لحتجت بعد العمر عمرا ثاني إن لم أكن للعفو أهلا خالقي فأنت أهل العفو والغفران روحي هفت وتشققت عطشا له أركاني فاقبل بفضلك توبة القلب الذي قد جاء هربا من دجى العصيان واجعله في وجه الخطايا قلبا قويا ثابت الإيمان وامنن بعفوك إن عفوك وحده سيعيد نبض النور في إنساني. الصلاة الصلاة والسلام عليك يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.
وأورثنا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه الشيخان. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أكرمنا بختم كتابه، الحمد لله الذي وفقنا لختم كتابه. اللهم لك الحمد على أن فضلتنا ممن جعلتهم يختمون كتابك. الحمد لله رب العالمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله حمدا أستطب بحمده، الحمد لله حمدا أستزيده من نعمه، الحمد لله حمدا أستأنس به بذكره، الحمد لله حمدا أستلذ به من شكره. الحمد لله، الحمد لله وكفى، الحمد لله الذي جعلنا ممن يختم كتابه. قل صدق الله، ومن أحسن من الله قيلا. اللهم لك الحمد على أن أعنتنا على ختم كتابك ووفقتنا لتلاوة كتابك. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو يا حسن التجاوز، الحمد لله رب العالمين الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا ولا يشرك في حكمه أحدا. لك الحمد كما هديتنا للإسلام، ولك الحمد بما سترتنا، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال، ولك الحمد بالمعافاة، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا شيء قبله ولا شيء بعده. اللهم كما وفقتنا لتلاوة كتابك في شهر رمضان، اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك بعد رمضان. اللهم كما وفقتنا للقيام في رمضان، اللهم وفقنا للقيام بعد رمضان. اللهم كما جعلتنا نستشعر بالخشوع والتلذذ بتلاوة كتابك في رمضان، اجعلنا ممن يستشعر ويتلذذ بتلاوة كتابك بعد رمضان. اللهم يا رب، كما أعنتنا لتلاوة كتابك في رمضان، أعنا على تلاوة كتابك بعد رمضان. اللهم يا رب، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أسقامنا وذهاب أحزاننا. اللهم اجعل القرآن شفاء لصدورنا، اللهم اجعل القرآن نورا في صدورنا ونورا في أبصارنا ونورا في عقولنا ونورا في قبورنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجود والإحسان. اغفر لنا ولوالدينا ووالد والدينا
وأرحامنا والمسلمين أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك،
واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين يا أرحم الراحمين. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام، وإطعام الطعام، وإفشاء السلام، وصحبة الكرام يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. يا خير من نزل النفوس أراحل، بالأمس جئت فكيف كيف سترحل؟ بكت القلوب على وداعك حرقة، كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ما بال شهر الصوم يمضي مسرعا، وشهور باقي العام كم تتمهل؟ ها أنت تمضي يا حبيب، وعمرنا يمضي، ومن يدري أنت ستقبل؟ فعساك ربي قد قبلت صيامنا، وعساك كل قيامنا تتقبل. يا ليلة القدر المعاقم أجرها، هل اسمنا في الفائزين مسجل؟ كم قائم كم راكع كم ساجد، قد كان يدعو الله بل يتوسل. اعتق رقابا قد أتتك يزيدها، شوقا إليك فؤادها المتوكل. يا من تحب العفو جئتك مذنبا، هلا عفوت فما سواك سأسأل؟ رمضان لا تمضي وفينا غافل، ما كان يدعو الله أو يتذلل، حتى يعود لربه متضرعا، فهو الرحيم المنعم المتفضل. رمضان لا أدري أعمري ينقضي، من قادم الأيام أم نتقابل؟ فالقلب غاية سعده سيعيشها، والعين في لقياك سوف تكحل. إنفكرات لنكتمل بالمعرفة. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.